صباح الخير أعزائي المتابعين، في تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر يقدمه لكم كريم مجد. اليوم 17 يونيو 2021 هنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا على الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. التداولات طبعا شديدة السلبية للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس، وبعد بعض التداولات الهادئة والتقاط الأنفاس خلال الفترة الصباحية عاد مرة أخرى الجنيه البريطاني للأداء السلبي. تابعنا كلنا طبعا المؤتمر الصحفي العقد محافظ بنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اللي أكد فيه ان الاحتياطي الفيدرالي فيه عن توقعاتهم لمعدلات النمو والتضخم والبطاله بالاضافه لمستقبل اسعار الفائده. واكد باول انه يتوقع ان تبدا قراءات التضخم المرتفعه حاليا في الانخفاض، وانه في حاله زياده التوقعات حيال التضخم على عكس الحاله الاساسيه سيتخذ خطوات لتقليلها، موضحا ان القضيه الاساسيه هي ان التضخم الحالي يحركه اعاده الفتح فقط، مضيفا ان التضخم سيرتفع بحلول 2023 وفقا للاحتياط الفيدرالي نظرا لارتفاع الوظائف، وانه بالنسبه للعمل المجبر فاننا نتطلع الاقتصاد لن يتمتع بنفس الدرجه من الدعم المالي. وطبعا دي كانت النقطه الاهم اللي دعمت بشكل كبير الدولار الامريكي وخلته يرتفع مقابل كل الادوات الماليه. النهارده هنكون كمان في انتظار بيان هام، هو بيانات هام هي معدلات الشكاوى من البطاله الامريكي متوقع عليه 359 ألف. ايضا مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويليه شهر يونيو متوقع عليه 31. بجانب اليوم طبعا هنختمه مع شهاده تيلن رئيسه مجلس طبعا عفوا شهاده جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعات ماليه على مدار اليوم النهارده. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الاداء السلبي الكبير والعنيف للجنيه البريطاني طبعا بعد صدور على طول يعني محضر اجتماع اللجنه الفيدراليه وتصريحات جيروم باول، شفنا الانخفاض الكبير ده في نهايه اليوم. اداء سلبي طبعا ومتوقع ان يستمر النهارده يعني تداولات هادئه لالتقاط الانفاس، ولكن عاد مره اخرى الاداء السلبي خلال الساعه اللي احنا بنتكلم فيها والساعه الماضيه، ومضغوط من كل المؤشرات اداء سلبي على مستوى كل المؤشرات، وذلك نتوقع مزيد من الاداء السلبي وده يتحقق بكسر 39.55 علشان يروح لل 24 وراها ال 38.84، مره ثانيه كسر ال 55 وراها ال 24 وراها ال 38.84. السيناريو الاخر المعاكس يتحقق بكسر ال 40.40 وراها ال 70 واخر نقطه عند ال 41 فلات. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.